بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الذي أنعم علينا بالإيمان وهدانا إلى دين الإسلام. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العليم. ربي يسر ولا تعسر، ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا، ربي اتمم بالخير والسعادة، والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. إنما الأعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. نعم. ثم مسألة والمقتول ميت بأجله، والمقتول ميت بأجله. في هذه المسألة أيضا خلاف بين أهل السنة وبين بعض المعتزلة. هل المقتول ميت بأجله أو ميت لغير أجله؟ يعني القاتل هل يقطع من أجله شيئا؟ نعم. والمقتول ميت بأجله أي الوقت المقدر لموته، أجل 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 بفتح الجيم، أجل ميت مقتول بأجله. ما هو معنى الأجل؟ ما المراد بالأجل؟ أي الوقت المقدر لموته، يعني المقتول يموت متى؟ في الوقت المقدر لموته لا قبله. لا كما زعم بعض المعتزلة من أن الله قد قطع عليه الأجل، الله تعالى يقطع عليه الأجل، يعني يقلل شيئا من الأجل. مثلا لو لم يقتل، يعني لو لم يقتله القاتل في هذا الوقت لا يموت في هذا الوقت، بل هو يعيش بعده أيضا حتى يموت في الوقت المقدر لموته، هكذا قال. وهنا في نسختنا هكذا قد قطع الله عليه أجلا. نعم. قد قطع عليه الأجل، الله تعالى قطع. هنا بحث لمصلح الدين الكستلي رحمة الله عليه، قال في حاشيته: هكذا وقع عبارته في النسخ الواصلة إلينا، يعني أن الله قد قطع عليه الأجل، هكذا قطع الأجل منسوب إلى الله تعالى في النسخ الواصلة إلينا. والصواب أن القاتل قطع عليه الأجل، القاتل هو الذي قطع عليه الأجل، هكذا هو الصواب، هكذا يقول كما وقع في شرح المقاصد. يعني إمام الدبتازاني رحمه الله كتب في شرح المقاصد هكذا: القاتل قطع عليه الأجل، لأن موت المقتول عندهم فعل القاتل، يعني بعض المعتزلة هذا موت المقتول عندهم فعل القاتل بطريق التوليد. ذكرنا يعني أن أفعال عندهم يعني ما يقع مباشرة وما يقع بواسطة، الذي يقع بواسطة يسمونه الفعل بطريق التوليد. نعم. لا سنة الله تعالى به، يعني هذا فعل الخلق، فعل العباد، فعل العباد مخلوق لهم هكذا عندهم. فإذا الموافق لعقيدتهم هذا ما في شرح المقاصد أن القاتل قطع عليه الأجل، لا سنة الله تعالى فيه، فهو الذي قطع عليه الأجل أي لم يتركه ليستوفي كله،
وما نقت عليه الأجل القاتل لم يسمعه لم يكتره لم يتركه ليستوفيه كله ليستوفي كل أجله بل قطع أثناءه أثناء حياته كما يقال قطع فلان علينا الطريق يعني هذا الاستعمال قطع عليه الأجل نظيره أو شاهده هكذا قطع علينا الطريق على أن المراد بالأجل جميع مدة حياته نعم فإذا المراد بالأجل جميع مدة حياته فإذا يقطعه القاتل كما في قولك أجل الدين شهر شهران أجل الدين شهران لا الوقت المقدر لموته كما في قولك أجل الدين رأس الشهر إذ لا يناسب المقام فالمقتول عندهم ميت قبل الموت المقدر لموته حتى أنه لو لم يقتل لم تد حياته إلى ذلك الوقت البتة فلا يكون عندهم وقت معين يكون الموت فيه قطعا فهذا يناسب إنكارهم القضاء والقدر في أفعال العباد ثم فإذا الشاعري فسر الأجل هنا بقوله الوقت المقدر لموته هذا عندنا يعني والمقتول ميت بأجله هذا معنى الأجل في المتن المذكور في المتن الوقت المقدر في زعم المعتزلة معنى الأجل يعني قد قطع عليه الأجل وهذا الأجل معناه مدة حياته فإذا الأجل في الموضعين بمعنيين نعم لنا ثم دليلنا ماذا؟ يعني لنا أن الله تعالى قد حكم بآجال العباد على ما علم من غير تردد على ما علم من غير تردد بآية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون دليلنا على قد حكم الله تعالى حكم وقضى وقدر بآجال العباد بآجل كل عبد أجلان الوقت المقدر لموته أجال الأوقات المقدرة لأموات العباد على ما علم من غير تردد هذا معلوم بدون تردد بدون شك هذا يقين على ما علم بدون تردد يعني هذا يقين بهذه الآية فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون فإذا جاء أجلهم ما معناه جاء الوقت المقدر لموته نعم ثم واحتجت المعتزلة بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر وبأنه لو كان ميتا بأجله لما استحق القاتل ذما ولا عقابا ولا دية ولا قصاصا إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه هكذا بعض المعتزلة استدل بدليلين الدليل الأول يعني الأحاديث الواردة في بعض الطاعات يعني في فضل بعض الطاعات أنها تزيد في العمر يهتج بظاهر هذه الأحاديث نعم مثلا حديث لا يرد القدر إلا الدعاء لا يرد القدر إلا الدعاء هذا الحديث يفيد أن القدر يعني قضاء الله تعالى تقديره يؤجله يرده الدعاء هذا فضل الدعاء فإذا لو دعا واحد لطول عمره فإن كان دعاؤه مقبولا فيطول عمره فإذا نعم كذلك ولا يزيد في العمر إلا البر هكذا حديث آخر ولا يزيد في العمر إلا البر البر يزيد في العمر هذا قيل يعني بصيغة الحصر
لا يزيد في العمر إلا البر. نعم. هذا بقية هذا الحديث. جملتان حديث واحد. لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر. نعم. فإذا هذه الجملة الثانية صريحة في دعواهما، يعني الدعاء يزيد في العمر. فإذا هؤلاء قالوا ليس للموت يعني وقت مقدر كما قرأنا من حاشية الكستلي، يدل عليه هذا. نعم. فكحديث من أحب أن يبسط رزقه ويؤخر له أجل، أن يبسط رزقه ويؤخر له أجله فليصل رحمه. من أحب أن يبسط رزقه، يكون رزقه بسطا واسعا، كذلك يؤخر له أجله فليصل رحمه. هذا من فضل صلة الرحم تأخير أجله هكذا. فإذا بهذا استدلوا على أن لا أجل معين، ليس لكل عبد أجل معين، يعني وقت مقدر لموته. ثم الثاني، وبأنه لو كان ميتا بأجله، لو كان ميتا بأجله لما استحق القاتل ذما ولا عقابا، يعني القاتل وهو مذموم يستحق الذم في الدنيا ويستحق العقاب في الآخرة، ليس عقاب بسيط بل عقاب يعني غليظ جدا أليم جدا، كما ذكر الله تعالى في قوله من قتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، هذا هو عقابه. وكذلك يجب عليه الدية بالقصاص. استدلت المعتزلة بدليله على دعواهم من أن المقتول ميت بغير أجله، هذا دعواهم، يعني القاتل قطع عليه الأجل. أولا استدلوا بالأحاديث الواردة في أن بعض الطاعات تزيد في العمر، مثل حديث لا يرد القدر إلا الدعاء ولا يزيد في العمر إلا البر، كذلك حديث من أحب أن يبسط رزقه ويؤخر له أجله فليصل رحمه. فإذا هذه الأحاديث تدل على أن للعبد أجلين، ليس أجل معين واحد فقط، يعني لو لم يعمل العبد هذا العمل فله أجل، لو عمل فله أجل، هكذا أجلان. كذلك المقتول أيضا لو لم يقتل فله أجل، هذا طويل، لو قتل فأجله مقطوع، هكذا يستدل. ما الثاني؟ بأنه لو كان ميتا بأجله لما استحق القاتل ذما ولا عقابا ولا دية، ولا دية ولا قصاصا، إذ ليس موت المقتول بخلقه ولا بكسبه، الموت ليس بخلق القاتل، كذلك الموت ليس بكسب القاتل أيضا، فكيف يعاقب، كيف يذم، كيف يجب عليه الدية والقصاص يعني الضمان. فإذا الجواب أن هذين الاستدلالين، ما هما الجواب يعني؟ الجواب عن الأول أن الله تعالى كان يعلم أنه لو لم يفعل هذه الطاعة لكان عمره 40 سنة مثلا، لكنه علم أنه يفعلها، الله تعالى يعلم هذا العبد يفعل هذه الطاعة فيكون عمره 70 سنة، فنسبت هذه الزيادة إلى تلك الطاعة بلا أن على علم الله تعالى، الله تعالى يعلم، نسبت هذه الزيادة إلى هذه الطاعة أنه لولاها لما كانت تلك الزيادة، هذا الله تعالى يعلم. هل معناه أن له أجلين؟ لا، هذا بينه عصام الدين. ومحصل الجواب عن الاستدلال بالآية أن الله تعالى قدر أجله 70 سنة لعلمه بأن طاعته تسير 30 سنة من عمره وتسير 40، لعلمه تعالى بأن طاعته تسير سببا 30 سنة من عمره وتسير 40،
أيستحقها من غير الطاعة هذه الأربعين صارت سبعين تصير أربعين يعني سبعين هكذا لأنه لا أنه قدر أربعين على تقدير وسبعين على تقدير ما قدر له أجلين على تقدير أربعون على تقدير سبعون ليس كذلك بل هكذا يكون لو كان مترددا يعني لو كان الله تعالى مترددا في عبده هل يفعل هذه الطاعة أو لا يفعله لكن الله تعالى عالم يعلم بكل يقين هل يفعل أو لا يفعل لذلك بإمكانه تعالى أن يقدر أجلا معينا إما يعمل فالعمر زائد وإما لا يعمل فالعمر ناقص هذا عمله أو عدم عمله يعلمه تعالى نعم ثم وعن الثاني يعني الجواب عن الثاني أن وجوب اللقب واللمان على القاتل تعبدي لارتكابه المنهية ويرتكب المنهية لذلك وجوب اللقب واللمان على القاتل يعني الله تعالى نهاه عن قتل المسلم ووعده بعذاب جهنم ثم هو ارتكب لأجله يجب عليه الضمان ويجب عليه العقاب هكذا وكسبه الفعل لارتكابه المجنية ومنهية وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقبه الموت بطريق جرير العدد فإن القتل فعل القاتل وكسبا وإن لم يكن له خلقا القتل لا يكون للعبد خلقا والحال إن لم يكن له إن لم يكن القتل له خلقا والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى الله تعالى يخلقه لا تنع فيه للعبد تخليقا ولا اكتسابا هذا هو الجواب عن الثاني نعم ثم وما بنا هذا على أن الموت وجودي وما بنا هذا يعني ما بنا ما ذكره أخيرا إن الله تعالى يخلق عقيبه الموت بطريق الجري العادة فإن القتل فعل القاتل كسبا وإن لم يكن له خلقا والموت قائم بالميت مخلوق لله تعالى لا تنع فيه للعبد ما بنا هذا القول على أن الموت وجودي بدليل قوله خلق الموت والحياة كيف يدل هذا القول على أن الموت وجودي لأن الله تعالى قال خلق الموت الخلق لا يتعلق إلا بأمر وجودي الخلق لا يتعلق بأمر إلا بأمر وجودي فإذا صار الموت وجوديا لكن والأكثرون على أنه عدمي الموت عدمي ومعنى خلق الموت معناه قدره وأعدم الحياة قدر الموت نعم هكذا ثم سواء كان الموت عدميا أو وجوديا أيا كان الجواب يعني جواب صحيح وجوب اللقاب واللمان على القاتل تعبديا لارتكابه المنهي وكسبه الفعل الذي يخلق الله تعالى عقيبه الموت يخلق الله عقيبه الموت يمكن أن يقال هذا لو كان الموت عدميا ومعنى الموت يعني إعدام الحياة فإذا يخلق الله معناه يعدم الله تعالى عقيبه الحياة ويكون الرجل ميتا هكذا نعم إذا هذا الخلاف في الموت هل هو وجودي أو عدمي لا يضر الاستدلال نعم ثم والوجل اللجل واحد اللجل ليس متعددا بل واحد كما ذكرنا سابقا لا كما زعم الكعبي أن للمقتول أجلين القتل والموت كما ذكرنا في مسألة الطاعة لو يفعل فلان هذا الطاعة له أجل كما وإلا له أجل كذا هكذا لا يتعدد الأجل بل أجل واحد كذلك هنا المقتول والميت له أجل واحد
أما الكعبي فادعى أن للمقتول أجلين، القتل والقتل والموت، وأنه لو لم يقتل عاش إلى أجله الذي هو الموت، يعني يموت حتفا فيه هكذا. ولا كما زعمت الفلاسفة أن للحيوان أجلا طبيعيا، فكذلك أجلا اختراميا، هكذا هم إذا يقدرون أجلين، وهذا إذا ليس بصحيح. ما هو أجل طبيعي؟ وهو وقت موته بتحلل رطوبته وانطفاء حرارته الغريزيتين. إذا هذا كيبس شجرة، شجرة تيبس، هذا كيف بذهاب رطوبته، وهكذا كذلك الفتيلة لو جفت عن الدهن هذا تنطفي، هكذا. هم قالوا أما آجال اخترامية على خلاف مقتضى طبيعته بحسب الآفات والأمراض، إما رجل يقتله وهو ينتحر أو يعني يمرض ثم بعد ذلك يموت من هذا المرض أو الآفات، هكذا عندهم هكذا أجلين. لكن الحق أن له أجل واحد، يدل عليه قوله تعالى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. استدللنا بظاهر هذه الآية ثم أولنا سائر الأحاديث المعارضة لهما. ثم والحرام رزق، الحرام رزق، يعني هنا أيضا خلاف المعتزلة، هم قالوا الحرام ليس رزقا، يعني المال الذي الطعام الذي يأكله العبد على طريق الحرام، يكتسبه حراما يأكله حراما، هل يطلق عليه رزق؟ هل هو رزق؟ نعم هو رزق، لأن الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله. الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى، يأتي به الله تعالى إلى الحيوان للحيوان ثم فيأكله، الحيوان يأكل. فإذن هنا الأكل هكذا قيد الرزق بالأكل، لكن هذا الأكل ليس شرطا. ذكر الإسلام الدين ما يعول عليه بتعريف الرزق كل من دفع به حي، هكذا كل من دفع به حي من مرافق حياته كلها، سواء كان بالتغذي أو غيره. فإذا مسكنه من الرزق، ملبسه من الرزق، فهذا الهواء يتنفس به هو إلى الرزق، هكذا كل من دفع به. وقال بعضهم كل ما يتربى به الحيوان من الأغذية والشربة، هكذا قال. فإذا شراب أيضا داخل ما في الرزق، فالاختصاص له بالمأكول إجماعا. فإذا هنا فيأكله، هذا الأكل ليس خاصا، أما شراب ممكن داخل في الأكل هكذا مجازا وتغليبا، أما من دفع به من غير المأكول والشرب مشروب فيه خلاف، هل هو داخل في مسمى الرزق أو لا. ولهذا ولعدم اختصاصه بالعبد قال سيد السند ليس قول المواقف الرزق عندنا كل ما ساقه الله تعالى إلى العبد فأكله تهديدا للرزق، هذا ليس تعريفا للرزق بالتهديد، بل هو نفي لدعوى اختصاصه بالحلال. نعم. وذلك قد يكون حلالا وقد يكون حراما، يعني ما يأكله العبد وما يسوقه الله تعالى إلى العبد إما يكون حلالا أو يكون حراما، يعني هذا العبد لو اكتسب طعاما بطريق حرام يكون حرام، لو اكتسب طعاما بطريق حلال يكون حلالا، لو كسب بطريق حلال فيسوقه حلالا، الله تعالى يسوقه حلالا، لو اكتسب بطريق حرام فيسوقه الله تعالى حراما، هذا هو. نعم. وهذا أولى من تفسيره بما يتغذى به الحيوان، يعني تعريفه تعريف الرزق اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيأكله،
هذا الدائري بأولى من تفسيري من تفسير الرزق بما يتغذى به الحيوان. لماذا؟ لما لخلوه عن معنى الإضافة إلى الله تعالى مع أنه معتبر في مفهوم الرزق. في مفهوم الرزق هذا معتبر. فإذا بما يتغذى به الحيوان، فإذا يمكن هذا تتميم ما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان فيتغذى به الحيوان، هكذا يكفي، فيتغذى به الحيوان أو ينتفع به الحيوان، هكذا يمكن. نعم. فإذا هذا بما يتغذى به الحيوان هذا يكون بدل قوله فيأكله. فإذا هذا متفق مع يعني القائل الأول في قوله اسم لما يسوقه الله تعالى إلى الحيوان، هذا اتفاق. ثم فيأكله هكذا أو ما يتغذى أو فيتغذى به هكذا أو فيتربى به هكذا أو فيندفع به، هذا هو الخلاف. نعم. فلا بأس. ثم وعند المعتزلة الحرام ليس برزق لأنه فسره تارة بمملوك يأكله المالك وتارة بما لا يمنع من الانتفاع به. إذن هذان لا يتصوران في الحرام. لماذا؟ الحرام لا يملكه، لا يكون مملوكا، فكذلك الانتفاع به ممنوع بالحرام، الانتفاع ممنوع بالحرام. فإذا ما لا يمنع من الانتفاع به هذا لو كان رزقا فالممنوع من الانتفاع به حرام، الحرام ممنوع من الانتفاع به فلا يكون من مسمى الرزق، وذلك لا يكون إلا حلالا، لكن يلزم على الأول أن لا يكون ما يأكله الدواب رزقا. لماذا؟ الدابة لا تملك، الدابة لا تملك، فإذا دابة ما يأكل الدواب لا يكون رزقا، كذلك ليس الدواب بل فضلا عن العبيد واللماء أن الأرقاء ما يأكل العبد أو اللمت لا يكون رزقا. لماذا؟ العبد واللمت ليس مالكين بدون ملك يأكلان. ثم كذلك الصبيان يأكلون بدون الملك. وتارة بما لا ثم وعلى الوجهين يلزم على الوجهين على ما هو على التفسيرين للرزق عند المعتزلة. ماذا يلزم؟ أن من نكل الحرام طول عمره لم يرزقه الله تعالى أصلا، يعني طول عمره هو رزق حلالا فقد، لم يرزق لم يأكل حلالا قط. هل رزقه الله تعالى؟ عند المعتزلة لم يرزقه الله تعالى، لكن هذا باطل بقوله تعالى وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعني على الله تعالى الرزق، لكن مع ذلك لم يرزقه هذا قصد. وما بنا هذا الاختلاف على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق، وأنه لا رازق إلا الله وحده، وأن العبد يستحق الذم واللقاب على أكل الحرام، وما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يكون قبيحا، ومرتكبه لا يستحق الذم واللقاب. هكذا يعني عندهم قواعد أخرى، بناء على هذه القواعد قالوا أن الحرام إن الحرام ليس برزق، لكن هذه القواعد أيضا باطلة ليست بقائمة. نعم. هذا الذي قال مبنى هذا الاختلاف من جانب المعتزلة على أن الإضافة إلى الله تعالى معتبرة في معنى الرزق، هذا قدر متفق كما سبق بيننا وبينه، وأنه لا رازق إلا الله وحده، هذا أيضا اتفاق. ثم بعده وأن العبد يستحق الذم واللقاب على أكل الحرام. نعم.
هذا أيضا اتفاق. وما يكون مستندا إلى الله لا يكون قبيحا. نعم يستند إلى الله تعالى يعني ليس الخلق، والخلق يعني الله سبق أن ذكرنا الله تعالى يخلق الكفر أيضا، ثم ومرتكبه لا يستحق الذم. يعني مرتكب ما يكون مستندا إلى الله تعالى لا يستحق الذم والعقاب. والجواب أن ذلك لسوء مباشرة أسبابه لاختياره. يعني هذا الرجل يستحق الذم والعقاب يعني على أكل الحرام لسوء مباشرة أسبابه لاختياره كما ذكرت، يعني هو اختار لذلك أساقه إليه سبحانه وتعالى. نعم هكذا. ثم وكل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حراما، يعني الله تعالى يعين له رزقه، يعني في حال كونه جنينا في رحم أمه يعين يقدر له رزق، هل يستوفيه أو قبله يموت؟ لا يموت، يعني بعد استيفائه يموت. نعم كل يستوفي رزق نفسه حلالا كان أو حراما لحصول التغذي بهما جميعا. ولا يتصور أن يأكل إنسان رزقه ألا يأكل إنسان رزقه أو يأكل غيره رزقه، هذا غير متصور. لماذا؟ لأن ما قدره الله غذاء لشخص يعني طعاما مندفئا نافعا، هذا هو الغذاء بالذال. ما الغذاء بالذال؟ هذا طعام وقت الزوال. نعم غذاء وقت الغذاء بالذال طعام الغدوة. نعم هذا غذاء بالذال يعني طعام نافع للجسد مفيد. هكذا قدره الله تعالى غذاء لشخص يجب أن يأكله ويمتنع أن يأكله غيره. أما بمعنى الملك فلا يمتنع. بمعنى الملك يعني الرزق، لو كان بمعنى الملك فلا يمتنع. هذا هؤلاء يعني معتزلة قالوا رزق بمعنى الملك، كما قال المعتزلة هو مملوك يأكله المالك لا يمتنع أن يأكله غيره. هذا يجوز بعد الملك أن يعطي لآخر والآخر يأكل لا بأس، أو يرتسب منه يأكل، هذا طعام مملوك لواحد، فإذا اغتصبه أو اقتطفه منه ثم أكله هذا ليس بممنوع ممتنع. نعم رزق لو كان بهذا المعنى يعني قدره غداء لشخص ينبغي أن يأكل، يعني لا يخطئ عند الله تعالى الحساب في الرزق والحساب في العمر والحساب في أعداد يعني أوقات الطعام ومقدار الطعام، هكذا كل هذا يأتي مناسبا يتكاتف بعضها مع بعض يتناسب بعضها مع بعض، لذلك ليس مشكلة هناك. ثم والله تعالى يضل من يشاء ويهدي من يشاء بمعنى خلق الضلال والاهتداء. نعم هذا مسألة أخرى إن شاء الله سنقرأ فيما بعد. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، اللهم اغفر لنا ما أخطأنا وما تعمدنا وما أسررنا وما أعلنا وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، بسم الله الرحمن الرحيم. الآخر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.